نرحب بكم جميعا في الجلسة الرابعة من منتدى فلسطين السنوي. الجلسة الرابعة تهتم بالشؤون والدراسات الاقتصادية عن الاقتصاد الفلسطيني. في الاقتصاد الفلسطيني هذا اسم الجلسة، وهي من الجلسات النادرة بالمنتدى عن الاقتصاد، ممكن في جلستين أو ثلاث. فأهلا وسهلا بكم جميعا لتتعرفوا ماذا يعمل الاقتصاديين بخصوص الاقتصاد الفلسطيني. في عنا ثلاث أوراق اليوم، راح نبدأ الورقة الأولى مع الدكتور رابح مرار ورند جبريل. الورقة بعنوان سبل النهوض بقطاع الشركات الناشئة في فلسطين وأثار المحتملة في المالية العامة. وعرف الدكتور رابح بسرعة، هو حاصل على الدكتوراه في اقتصادات المعلومات من جامعة ليل للعلوم والتكنولوجيا في فرنسا عام 2011. يعمل حاليا مديرا البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس. اهتماماته البحثية تتنوع بين اقتصادات المعلومات والابتكار واقتصاد العمل واقتصاد التنمية والاقتصاد الفلسطيني. له العديد من الدراسات المنشورة في مجلات عالمية مهمة. رند جبريل هي طالبة دراسات عليا في جامعة أكسفورد للحصول على ماجستير العلوم في سياسات التدخل الاجتماعي القائم على الأدلة وتقييم سياسات التنمية. انضمت إلى معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس، وتركز اهتماماتها البحثية على العمال والفئات المهمشة والاقتصاد السياسي وتدخلات السوق والأثار الاجتماعية والاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي. دكتور رابح، نبدأ معك مع 15 دقيقة لعرض الورقة، تفضل. شكراً أيهاب، شكراً لكم، يسعد صباحكم جميعاً من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس. كان ودي أكون معكم ولكن لظروف معينة يعني ما قدرت أكون، ولكن إن شاء الله يعني توصل الفكرة الورقة عبر الزوم. بدي أحاول ما أطول عليكم، لأن بصراحة المدير العام رجع حرج علي إني ما أطولش. فاليوم ورقتنا عن سبل النهوض بقطاع الشركات الناشئة في فلسطين وأثاره المحتملة على المالية العامة. فكرة الورقة تقوم بشكل رئيسي، وهي ورقة عددناها في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس وبالتعاون مع وزارة المالية. فكرة الورقة تقوم بشكل أساسي على يعني ارتفاع نسب البطالة في فلسطين، خاصة بين خريجين الجامعات والتي تصل إلى نسب تتجاوز 50%، وفي قطاع غزة أكبر بكثير. لذلك وجدنا أن قطاع الشركات الناشئة والشركات الريادية يعتبر فرصة للتوظيف الذاتي لهذه الفئة، وأيضا بعد جائحة كورونا الآثار الكبيرة التي تعرض لها قطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكان هناك الحاجة إلى تدخلات في مجال توظيف التكنولوجيا والريادة في هذا القطاع. فقطاع الشركات الناشئة في فلسطين يعني يعمل في ظل غياب نظام بيئي فعال وفي بيئة معقدة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. عدد كبير من الشركات خرجت من السوق قبل أن تصل إلى مرحلة النضج، وبالتالي تعتبر هي فرصة ضائعة في إذا نظرنا بعين الاعتبار لموضوع المالية العامة والإيرادات المتوقعة من هذه الشركات وقدرتها على توظيف الأيدي العاملة وتوليد الدخل. النظام البيئي بشكل عام في فلسطين يتصف بالتشرذم والضعف وعدم النضج، ويعني لا نستطيع أن نقول أن هناك نظام بيئي متكامل بمعنى الكلمة في فلسطين. القوانين المتعلقة بالشركات الناشئة، أو لا يوجد إطار قانوني واضح للشركات الناشئة، ويتم التعامل معها ضمن قانون الشركات كأي نوع آخر من الشركات. كان هناك نقاش طويل يعني لدى الباحثين الاقتصاديين ولدى أيضا الجهات ذات العلاقة في مجال الشركات الناشئة والريادة عن أهمية وجود سياسات لدعم قطاع الشركات الناشئة لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، والذي يتطلب بالتالي تطوير بيئة الأعمال الخاصة بقطاع الشركات الناشئة. يعني من التحديات اللي موجودة في قطاع الشركات الناشئة، لا يوجد هناك تعريف
لمفهوم الشركات الناشئة. فيعني خلال المقابلات مع الجهات ذات العلاقة في مجال الشركات الناشئة لم نجد أن هناك فهم لماهية الشركات الناشئة، والذي وجوده يعتبر ضروري جدا لوجود سياسات. ما لم نعرف ما هي الشركات الناشئة وما هو العمر الافتراضي لها، فإن سياسات الدعم ستكون منقوصة. لذلك يعني هذه الدراسة هدفت بشكل أساسي إلى تحليل النظام البيئي المحيط بالشركات الناشئة في فلسطين بشكل عام، ومن منظور المالية العامة بشكل خاص. بمعنى آخر، كيف يمكن للجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة تعزيز الإطار التنظيمي وتبني سياسات تحفيزية خاصة بالشركات الناشئة، والتي من شأنها أن تترك أثر على المدى الطويل، سواء على الاقتصاد أو على الإيرادات العامة. منهجية الدراسة اعتمدت بشكل أساسي، يعني كان هناك مراجعة واسعة للأدبيات التجارب الدولية في مجال الشركات الناشئة، سواء في الأردن أو في مصر، وهي دول يعني الواقع فيها الاقتصادي شبيه بالواقع في فلسطين، وكذلك تحديات، وأيضا تجارب دول متقدمة، يعني سواء أمريكا، بريطانيا أو دول أخرى، من أجل يعني الاستناد إليها في معرفة السياسات التي يتم اعتمادها في هذه الدول. ومن ثم يعني اعتمدنا على المنهج الكيفي في إجراء مقابلات معمقة امتدت لحوالي الساعة مع 26 جهة من الجهات ذات العلاقة بالشركات الناشئة في فلسطين. كان هناك 8 مقابلات مع جهات حكومية، وخمسة مع شركات ناشئة، وتسعة مع مسرعات أعمال وحاضنات وصناديق مخاطر، وأيضا مع جامعات ومراكز ابتكار وجهات قانونية، من أجل يعني الوصول إلى فهم لواقع الشركات الناشئة والتحديات التي تواجهها والتدخلات اللازمة لتعزيز هذا القطاع. عادة يعني في كثير دول بتتبنى تعريفات للشركات الناشئة، وهي كانت يعني ضرورة لتبني سياسات. في تونس مثلا عمر الشركة من يمتد ل8 سنوات تصنف ناشئة، في الاتحاد الأوروبي حوالي 10 سنوات، الهند 7 سنوات. ويعني اسقطنا ذلك على الواقع الفلسطيني، واقترحنا أن تمتد الشركات الناشئة لحوالي 6 سنوات. طيب، ما هو الواقع الحالي من النظام البيئي للشركات الناشئة في فلسطين؟ في زي ما مثل ما ذكرنا، النظام البيئي للشركات الناشئة ما زال في مراحله الأولية، أو ما يطلق عليه مرحلة التنشيط، سواء النظام البيئي للريادة أو للشركات الناشئة. وهذا يعني أن الأثر الاقتصادي لها ما زال محدود جدا، وهناك حاجة لتحسين النظام البيئي للشركات الناشئة للانتقال من مرحلة التنشيط إلى المراحل الأخرى المتمثلة في التوسع والانتشار والاستقطاب والاندماج. بشكل عام يعني توصلت الدراسة إلى مجموعة من التحديات والفجوات في النظام البيئي للشركات الناشئة في فلسطين. وهذه الدراسة يعني كانت دراسة واسعة جدا، تطرقت لمعظم يعني عناصر النظام البيئي. كان هناك دراسات ولكن بسيطة تطرقت إلى أجزاء هنا وهناك للنظام البيئي. فيعاني النظام البيئي للشركات الناشئة من نقص الخبراء أو الموجهين، وعددهم محدود، ويتنقلوا من حاضنة أعمال إلى حاضنة أعمال أخرى. ينقصهم الخبرة والتجارب الدولية اللازمة لتوجيه الشركات الناشئة. لاحظنا وجود عدد كبير ومتزايد من الحاضنات والمسرعات، ولكنها كلها يعني في حالة تنافس فيما بينها، غياب تنسيق فيما بينها. لذلك يعني وجدنا أن العديد من الأفكار الريادية تنتقل من مسرعة أعمال إلى أخرى بنفس الفكرة الريادية، تستفيد من أكثر من فرصة في أكثر من مسرعة أعمال، لغياب التنسيق بين هذه المسرعات. ومن التحديات الجوهرية كانت أيضا هي الاعتماد المفرط على التمويل الدولي. ف يعني بنقدر نحكي أن قطاع الشركات الناشئة والريادة في فلسطين هو قطاع يعني يتم أو دونر دريفن، يعني يتم قيادته من قبل المؤسسات الدولية المانحة. فيعني نرى في عندما يكون هناك تمويل، أو عندما يعني باب التمويل يكون مفتوح على فلسطين، فيعني نلاحظ يعني توسع كبير في الدعم للريادة، والتنافس
وفي سنوات أخرى نلاحظ انخفاض هذا الدعم. مثلا السنة هاي من بداية السنة لاحظت العديد من المشاريع سواء من الـ USAID أو الاتحاد الأوروبي التي يعني تعزز أو تخدم الريادة. هذا الحقيقة خلى القطاع يعني ضعيف وقطاع هش ويعتمد بشكل رئيسي على التمويل من دون وجود استدامة لهذا القطاع في فلسطين مثله مثل العديد من القطاعات. هناك حالة من التشرذم، هناك يعني النظام البيئي يتكون العديد من العناصر ولكن هناك غياب في التنسيق ما بينها حتى على مستوى المؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال الريادة والإبداع والشركات الناشئة. فكان هناك يعني ضعف في التنسيق فيما بينها، ويعني كل جهة تعمل بشكل منفصل عن الأخرى. هناك ضعف في الدور الرقابي الحكومي على بيئة الشركات الناشئة والذي أثر بشكل كبير على فعالية النظام البيئي، بالإضافة للقيود البيروقراطية والمالية المرتبطة بترخيص الشركات. فلسطين احتلت المركز 119 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ونظام التعليمي طبعا في فلسطين هو نظام غير داعم للريادة والشركات الناشئة. هناك فجوة بين مخرجات التعليم مثله مثل العديد من الدول النامية والريادة. ناهيك عن القيود وبروتوكول باريس سواء على معظم القطاعات وخاصة يعني الشركات الناشئة. لاحظنا في قطاع غزة درسنا بعض تجارب الشركات الناشئة اللي كانت ناجحة جدا ولكن ما كان في إمكانية لتصدير المنتجات سواء إلى الضفة الغربية أو إلى العالم، والمخاطر التي يضعها الاحتلال على النظام البيئي الفلسطيني والذي يعني يقلل من حجم الاستثمارات الخارجية في مجال الشركات الناشئة في فلسطين. إذن توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الخاصة بتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة. فكان هناك ضرورة ملحة لوضع خطة استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في سياق واسع يشمل أبعاد زمانية ومكانية واجتماعية وتنظيمية، مع وجود آلية رقابة من قبل الحكومة لمراقبة التقدم المحرز في هذه الاستراتيجية. توحيد الجهود والمبادرات الحكومية في مجال الريادة والشركات الناشئة تحت جهة إشرافية واحدة. فهناك العديد من الجهات الحكومية التي تعمل في، على الرغم من أن يعني مجال عملها محدود والدعم محدود والإمكانيات محدودة، ولكن يجب أن تكون جهة يعني إشرافية واحدة على قطاع الريادة والشركات الناشئة. الحد من ظاهرة التنقل لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية بين مسرعات وحاضنة الأعمال، وهذا يتطلب طبعا تنسيق من خلال هذه الجهة الإشرافية. توفير قاعدة بيانات وبوابة إلكترونية بالفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الشركات الناشئة في فلسطين والتي تضم مختلف عناصر النظام البيئي سواء شركات ناشئة أو مسرعات أعمال وحتى يعني حاضنات داخل الجامعات. تعزيز دور المسرعات وحاضنات الأعمال وأن لا يقتصر في المراحل الأولى من دخول الشركات الناشئة إلى السوق، بل يمتد إلى مرحلة التمويل البذري والتمويل المغامر. تطوير النظام القانوني وتسهيل الإجراءات الخاصة بحماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة، وهو من الأمور الهامة لتعزيز الابتكار من خلال هذه الشركات. تعزيز وتشجيع الابتكار في الأدوات المالية المخصصة لتمويل الشركات الناشئة. واليوم احنا بنحكي عن الفينتك يعني انتشر بشكل كبير في العالم وأدواته ايضا يعني امتدت الى الشركات الناشئة سواء من البلاتفورم المنصات التي تحشد الأموال للشركات الناشئة او من خلال ايضا وسائل الدفع الإلكتروني التي يعني تخدم بشكل او بآخر الريادة والشركات الناشئة. وتعزيز أيضا مفهوم الريادة من خلال الجامعات، وليس فقط الجامعات ولكن أيضا من خلال المناهج الدراسية في المدارس لكي تصبح الريادة ثقافة أو يعني أمر واقع في المنهاج التعليمي. أما فيما يتعلق بالتمويل، لاحظنا
أن هناك عزوف من رأس المال المخاطر الأجنبي بسبب المخاطر في النظام البيئي، واللي أبرزها يعني مخاطر اقتصادية ناتجة عن مخاطر سياسية. هناك نقص في التمويل خاصة في قطاع غزة بسبب القيود، الحصار المشدد للقطاع، وأيضا يعني الحصار المالي. يعني هناك انقطاع أو عدم ارتباط بين النظام المالي في قطاع غزة والنظام المالي الدولي، والذي يعيق أي استثمارات رأس مالية في الشركات الريادية، على الرغم من أن يعني واقع بعض عناصر الريادة والشركات الناشئة في قطاع غزة تتفوق على نظيرتها في الضفة الغربية، على الرغم من التحديات الكبيرة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التمويل الخارجي يعتبر ضروري، ووجود صناديق تمويل خارجية مدعومة من الحكومة ومن الجهات المانحة يعتبر أمر ضروري. هناك حاجة إلى تعديل. دكتور رابح، آسف على المقاطعة، صناديق مثل آلية الاستثمار مقابل الحصول على الأسهم اللي هي الإيكويتي إنفستمنت، والتي تعتبر أداة. دكتور رابح، معك أقل من دقيقة إذا بتحاول تلخص، إذا في شيء بدك تحكيه. أما فيما يتعلق في التوصيات في مجال التمويل للشركات الناشئة، فهناك حاجة لتعزيز قنوات التمويل للشركات الناشئة من خلال صناديق تمويل حكومية، صناديق ضمان لرأس المال الاستثماري أسوة بالعديد من الدول، وتعزيز وصول الشركات الناشئة إلى مجال التمويل، لا سيما تلك التي تفتقد إلى الأصول الضرورية أو التي ليس لديها القدرة على الوصول إلى التمويل من قبل النظام المصرفي التقليدي بسبب عدم وجود ضمانات. وهنا يعني يأتي دور الصناديق الحكومية في توفير صناديق ضمان لهذه المؤسسات، وإنشاء صندوق حكومي للبحث والتطوير لدعم أنشطة البحث والتطوير المبتكر عالي المخاطر في الشركات الناشئة، وتوفير موازنات حكومية لدعم الجامعات ومراكز البحث العلمي، لأن الجامعات اليوم تعتبر يعني مصدر رئيسي للأفكار الريادية التي تصب في صالح الشركات الناشئة. وهناك حاجة لأن يكون هناك بند للريادة والشركات ودعم الريادة في الموازنة العامة، فهناك وزارة الريادة، ولكن يعني تمويلها ما زال محدود. شكرا جدا دكتور رابح، آسف على المقاطعة. دكتور رابح، دكتور رابح، أنا آسف على المقاطعة، احنا بدأنا متأخرين، فشكرا لك جزيلا. شكرا يعطيكم الف عافية. الله يعافيك، شكرا. دكتور رابح ابقى معنا، راح يكون في عندنا مداخلتين وبعدها راح يكون في عندنا الجلسة للأسئلة، فإذا سمحت تبقى معنا أونلاين. أوكي. تمام. ننتقل الآن إلى ورقة آفاق التعاون والتكامل الاقتصادي الفلسطيني عبر الخط الأخضر للباحثين الأستاذ رجا الخالدي. الأستاذ رجا مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس منذ تشرين الثاني 2019. عمل سابقاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في الفترة بين 1985-2013، وهو كان منسقاً لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني من 2000 إلى 2006. تحصل على الماجستير في التنمية الاقتصادية من جامعة لندن المملكة المتحدة. الباحث الآخر في الورقة إسلام ربيع. إسلام باحث مساعد في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس منذ عام 2019، عمل منسقاً عاماً لمشروع أنكود القدس التنموي، وله مساهمات بحثية في مواضيع مختلفة مثل الاقتصاد الكلي وسوق العمل الفلسطينية والتجارة الدولية والمالية. حاصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت عام 2018. أستاذ رجاء، شكراً دكتور أيهاب، مرحبا، صباح الخير. أنا رح أقدم إسلام لأنه هو اللي رح يقدم متن الدراسة، وبعدين بختتم أنا بخمس دقائق، آخر خمس دقائق إن شاء الله ضل لي. بس بحب أولاً أشكر طبعاً المركز العربي، لأنه هذا حقيقة مشروع تم تنفيذه خلال السنة الماضية بالتعاون مع المركز، وسينشر عنه كتاب، يعني فنحن يعني مفروض تعطونا جلسة كاملة، نحن مش ورقة، هاي كتاب. بس نتيجة عمل ليس فقط أيضا رجا وإسلام، أنا محرر الكتاب وإسلام أحد الباحثين الرئيسيين، لكن هناك طاقم كبير من باحثي ماس وأيضا من جمعية الجليل في الداخل عملوا على هذا الإنجاز. اليوم
رح نقدم أهم النتائج الميدانية والعبر المستخلصة منها، خلينا نقول استنتاجاتنا الأساسية، لكن الكتاب نفسه سيطلق فيما بعد، بعد ربما شهرين، بعد إن شاء الله ما تطولش في المراجعة، وثم أيضا هناك ستصدر ورقة سياسات مشتركة عن المركز العربي ومعهد ماس حول سبل تعزيز هذا العلاقة في المستقبل. آخر شيء يعني بحب أضيفه قبل ما يفتتح يقدم إسلام، حقيقة أنا شخصيا يعني من دراستي الجامعية بتبع موضوع الاقتصاد العربي في الداخل. عندنا الدكتور مطانس كمان هو أحد أعضاء الفريق، وهو أيضا أنا ويا لنا مؤلفات في موضوع الاقتصاد 48. وكذلك كما تعلمون هناك أدبيات أخرى علمية سوسيولوجية أكثر ما هي اقتصادية عن هذا الموضوع، غالبيتها من وجهة نظر صهيوني، فنحن نتبع ونبني مدرسة فكرية فلسطينية بخطاب وبأدلة تماما مضادة للرواية السائدة. وأعتقد أنه هذا البحث هي فعلا خطوة نوعية إلى الأمام، أولا لأنه يعود ويفحص وضع الاقتصاد الفلسطيني العربي في الداخل على ما هو بالتركيز على قدرته الإنتاجية، ثم يفحص ويبحث في موضوع العلاقة الفلسطينية الفلسطينية. فتفضل إسلام، وأنا إن شاء الله تعطيني مجال أختم فيما بعد. شكرا على التقديم، وشكرا دكتور أيهاب على التقديم. بداية أنا راح أحكي لمحة عن الدراسة وأهدافها. الدراسة بحثت بشكل معمق طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق نوع أو حالة من التكامل الاقتصادي بين الجانبين. الدراسة بيّنت أنه على الرغم من توسع وتنوع أشكال العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، لأنها لم ترتقي إلى حد التكامل والتنسيق وتقاسم الأدوار، وقد بقيت هذه العلاقات رهينة السياسات الإسرائيلية والحالة الأمنية والمنفعة الاقتصادية. وزي ما تفضل المدير العام الأستاذ رجل خالدي، تكمن فرادة هذه الدراسة إنها أول دراسة من نوعها تتطرق لموضوع العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. فعلى الرغم من وجود العديد من الأدبيات الاقتصادية التي شخصت الاقتصاد الفلسطيني محلية ودولية، وكذلك أدبيات شخصت الاقتصاد العربي بال 48، ما في ولا أي دراسة تناولت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وكيف سبل تعزيزها للوصول إلى التكامل الاقتصادي. أهداف الدراسة: أولاً، دراسة البيئة الاقتصادية وخارطة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الفلسطينية في الداخل، وذلك للوقوف على أبرز معالم الاقتصاد العربي في الداخل وإمكانيات التشبيك مع الاقتصاد الفلسطيني. ثانياً، الوقوف على التحديات التي تعيق الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. ثالثاً، توفير مرجعية علمية وعملية لإسناد الجهود العامة والخاصة في بناء علاقات تشاركية على نحو منظم ومدروس يؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. كذلك تشجيع السياسات والاستثمارات التي من شأنها تقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي لكلا الاقتصادين، الاقتصاد الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية واقتصاد 48، من حيث يمكن إيجاد نافذة جديدة وبديل عملي متاح يمكن الاعتماد عليه لمعرفة الاحتياجات الاستثمارية لكل طرف. منهجية الدراسة: بداية احنا بحثنا في مصادر البيانات الثانوية حول الاقتصاد الفلسطيني وكذلك الاقتصاد العربي في الداخل من أدبيات وبيانات إحصائية متاحة، ومتشكر الجهاز المركزي للإحصاء على توفير العديد من البيانات لخدمة الدراسة. ولكن يعني بعد الفحص والتمحيص وجدنا أنه في فجوة بالبيانات، فالبيانات الرسمية لا ترصد العلاقات الاقتصادية ما بين الجانب الفلسطيني في الاقتصاد الضفة وقطاع غزة مع اقتصاد 48، وكمان ما بترصد التدفقات التجارية بين الجانبين. بالتالي المسح اللي تم إجراءه بالتعاون مع جمعية الجليل مشكورة، إضافة للمجموعات البؤرية اللي عقدناها في بداية المشروع للتعريب المشروع مع مجموعة المستثمرين الاقتصاديين العرب في الداخل وفي فلسطين، عفوا في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعد إضافة مرجعية مهمة لفهم حجم وطبيعة الاستثمارات لرأس المال العربي في الداخل في الضفة الغربية، وكذلك ضروري لفهم التوجهات الحالية والمستقبلية للعلاقة الاقتصادية ما بين الطرفين وأسس تعزيزها. المسح الأول من نوعه كمان، يعني أول مسح بيتم فيه طرح أسئلة على مجموعة من المنشآت العربية بالداخل
بخصوص علاقتها مع الاقتصاد الفلسطيني، طرح مجموعة من الأسئلة والمؤشرات اللي حاولت رصد التوجهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية لرأس المال العربي. وأيضا كانت هناك أسئلة قاست مدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على رد المنشآت العربية في الداخل بعناصر الإنتاج الضرورية من مواد خام وعمال. المسح توزع على 212 منشأة، النسبة الأعلى من المنشآت التي تم استطلاعها كانت في منطقة الجليل، بعدين عندنا في منطقة المثلث بنسبة 12%، في حين كانت نسبة المنشآت المستطلعة في كل من في منطقة النقب والساحل مرج بن عامل 4% لكل منها. أما توزيع المنشآت اللي استهدفناها حسب الأنشطة الاقتصادية، النسبة الأعلى من المنشآت واللي شفنا إنها في إلها إمكانية تعزيز علاقات اقتصادية مع الاقتصاد الفلسطيني كانت في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 41%. كمان كانت عندنا أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، في حين توزعت النسبة المتبقية على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. هسه فصول الدراسة، الدراسة قسمناها إلى 6 فصول. الفصل الأول من الدراسة طرق باكتضاب واستعرض باكتضاب الخلفية التاريخية والسياسية للعلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر ومراحل تشكل هذه العلاقات ومحدداتها، في حين الفصل الثاني من الدراسة تطرق إلى هيكلية الاقتصاد الفلسطيني ووضح كيف تآكل هذا القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود والسياسات الإسرائيلية وقيود على حركة الأفراد والبضائع، وكيف إن هاي القيود عملت على تآكل القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني، وهذا زاد من التوجه إلى الاستيراد من الخارج لعجز لسد العجز في قدرة الإنتاج الاقتصاد المحلي على تلبية الطلب المحلي المتزايد. الفصل الثالث من الدراسة بخصوص الفصل الثاني من الدراسة كمان استعرضنا محاور تبعية الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي وضمن محوري العمالة والتجارة الخارجية. الفصل الثالث عشان احنا نقدر نشبك بين الاقتصادين تطرقنا الاقتصاد العربي بالداخل، وهون وعطينا مؤشرات ديموغرافية عن التجمعات العربية في الداخل والمنشآت الاقتصادية في الداخل، وكمان أعطينا صورة عامة لنتائج المسح المتعلقة بالمنشآت العربية بالداخل. الفصل الرابع من الدراسة هو كان عن واقع وتحديات التكامل الاقتصادي بين الطرفين في سياق البند العريض اللي هي هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي، في حين الفصل الخامس من الدراسة تناول الآفاق الاستثمارية المستقبلية ومجالات التشبيك الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. الفصل السادس كالعادة يعني بيكون سياسات وتدخلات مطلوبة. بالدراسة بينا أو حصرنا محاور أشكال العلاقات الاقتصادية الحالية والقائمة بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، في أولاً حركة التسوق والتبادل التجاري المنتجات النهائية، 2 استثمارات رأس المال العربي في المناطق الفلسطينية، 3 حركة عناصر الإنتاج ما بين الطرفين وهذا يشمل العمال والمواد الخام، 4 توجه الطلبة في الداخل للدراسة في الجامعات الفلسطينية. بخصوص المحور الأول المتعلق بالتسوق والتبادل التجاري المنتجات النهائية، العقد الأخير شهد نمو كبير المشتريات الفلسطينية داخل مناطق الضفة الغربية، خاصة في المدن الحدودية في شمال الضفة القريبة من التجمعات الفلسطينية في منطقة الجليل والمثلث. بتشير تقديرات لمركز مدار لآخر دراسة عملت في 2020 نهاية 2019 بداية 2020 إن إجمال هذه المشتريات تصل إلى قرابة 1.5 مليار دولار سنويا. نحكي سنويا لأنه العلاقات دائما تخضع للحالة الأمنية اللي بتسود في البلاد. من أهم حوافز الشراء لفلسطيني الداخل من مناطق الضفة الغربية كانت هي مستويات الأسعار منخفضة نسبيا في مناطق الضفة الغربية مقارنة مع مستوى الأسعار في الاقتصاد الإسرائيلي، كما أنه نسبة كبيرة من فلسطيني الداخل يعتبرون التسوق في الضفة الغربية جزءا من الحفاظ على الهوية الفلسطينية، وكمان بيدركوا الآثار الإيجابية لتسوقهم من الضفة على الاقتصاد الفلسطيني. بخصوص أبرز أشكال الاستثمار العربي في الضفة الغربية، غالبا ما بتكون على شكل استثمارات عقارية من خلال شراء شقق وأراضي. كمان عندنا استثمارات في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كالصناعات الغذائية وصناعة الأثاث واستغلال المحاجر وأنشطة الإقامة والطعام وتجارة الجملة وتكنولوجيا المعلومات. بتأخذ استثمارات فلسطينية الداخل في القطاعات الإنتاجية صيغة الشراكة مع رجال أعمال أو أقارب من الضفة الغربية، وتتركز هذه الاستثمارات في شمال الضفة وجنوبها. بالعودة إلى نتائج المسح الميداني الأول من نوعه، أشارت 16% من المنشآت العربية في الداخل إن إلها استثمارات في المناطق الفلسطينية، وهي نسبة تباينت حسب منطقة عمل المنشأة ونشاطها الاقتصادي. كما أشارت 6% من المنشآت التي تم استطلاعها لديها فرع أو أكثر في الضفة الغربية، وكذلك تتباين حسب منطقة عمل المنشأة ونشاطها الاقتصادي.
بخصوص اعتماد المنشآت العربية في الداخل على المواد الخام والعمال من المناطق الفلسطينية أو الحركة التجارية للمنتجات في الاتجاهين. أظهرت نتائج المسح في الاتجاه الأول أنه 27% من المنشآت العربية في الداخل تستورد عناصر أو مواد خام من المناطق الفلسطينية. بالمقابل على الصعيد الثاني الحركة التجارية 23% من المنشآت المستطلة بتسوق منتجاتها للمناطق الفلسطينية. في المسح كمان سألنا المنشآت إن عندهم نقص في العمالة، أفادت تقريبا نصف المنشآت إن لديها نقص في العمالة الماهرة، وأفادت 59% من المنشآت إنها بتوافق على استقطاب عمال فلسطينيين من المناطق الفلسطينية لسد هذا العجز نتيجة مجموعة من المميزات المتوفرة لديهم. هذه المؤشرات تعطي يعني هذه الأرقام تعطي مؤشر جيد عن العلاقة الحالية بين الجانبين والدور ممكن تلعب القطاعات الاقتصادية في رفع عناصر الإنتاج الأول للمنشآت العربية في الداخل. بخصوص دوافع استثمار المنشآت العربية في الداخل في الضفة الغربية، سألنا واحد المنشآت حول إنه هل لديها معرفة عن البيئة الاستثمارية في مناطق السلطة الفلسطينية، أفادت 31% فقط من المنشآت إنها عندها معرفة في البيئة الاستثمارية في فلسطين، وهذا الرقم ننظر له من زاويتين، يعني خلينا نقول سلبية، نحن نحكي سلبية مش إيجابية كتير، إنه هاي نسبة منخفضة إذا أخذنا بعين الاعتبار التقارب الجغرافي والتوجه الكبير للفلسطينيين من الداخل للتسوق والدراسة في الضفة الغربية أو في المناطق الفلسطينية. كمان يعني من زاوية تانية هذا الرقم يمكن النظر إليه بإيجابية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السنوات الطويلة من الفصل القصري والاحتلال وضعف البنية الاقتصادية في كلا الاقتصادين. بخصوص مميزات الاستثمار في الضفة الغربية، أفادت 80% من المنشآت إنه يعني خلينا نقول هذا العامل الأبرز رخص تكلفة الأيدي العاملة، كمان رخص تكلفة المواد الخام 73% من المنشآت أفادت إنه هذا أحد المميزات، في حين يعني كان أحد المميزات ونسبة ضئيلة اللي هو تسهيل إجراء التراخيص، بحيث أفادت 35% من المنشآت إنه أحد الإيجابيات، وهذا بحد ذاته بيعتبر أحد التحديات اللي تعاني منها البيئة الاستثمارية في فلسطين. اوكي ماشي تمديد ماشي ثلاثة بينفع كلهم اربع سلايد بس حنا في اسئله زهقانين يعني اوكي حصلنا في الدراسه التحديات اللي بتواجه التعاون او تعزيز هذه العلاقات الاقتصاديه اللي تطرقنا لها خلال الدراسه بمجموعه من التحديات. العامل الاكيد والابرز هو الاقتصاد الاسرائيلي عفوا اللي هي الاحتلال الاسرائيلي وتمثيل لهويه الاقتصاد العربي في الداخل وسياسه الفصل الامني للتجمعات العربيه عن بعضها وكمان تحكم بحركة الأفراد، ولهي القيود الإسرائيلية كمان ألقت بالضلع على البيئة الاستثمارية في فلسطين اللي بحسب عدة دراسات البنك الدولي تتسم بأنها طارد الاستثمارات. كذلك هناك في خلال المسح بينا أن هناك مجموعة من التحديات مرتبطة أنه عدم قدرة المنشآت العربية في الداخل الحصول على تمويل البنوك الفلسطينية، كذلك هناك تحديات على استقطاب عمالة فلسطينية ومواد خام، كذلك تواجه المنشآت العربية في الداخل مجموعة التحديات اللي بتعيق تطورها، كذلك تواجه تحديات أخرى مرتبطة بتسويق منتجاتها في المناطق الفلسطينية. كذلك خلال الدراسة تطرقنا إلى المخاوف والمخاطر المتعلقة بتدفق رأس المال الاستثماري العربي للمناطق الفلسطينية. كمان عندنا تحدي هذا يعني خاص في الأراضي الفلسطينية كتير مهم اللي هو مرتبط نقص المعلومات والبيانات. هسه بخصوص أسباب تخوف أو تخوفات المنشآت العربية في الداخل من الاستثمار في المناطق الفلسطينية، 40% من المنشآت أجابت أنها لا تستثمر بسبب صعوبة منح التراخيص، 61% بسبب وجود معوقات لوجستية، في حين 76% من المنشآت لم تستثمر بسبب المعيقات الأمنية والسياسية، ولكن هو العامل الأبرز أو العقبة الأكبر، 35% من المنشآت لم تستثمر بسبب عدم كفاية رأس المال، هذه أسباب داخلية في المنشآة ذاتها، كمان لم تستثمر بسبب نقص المعلومات حول الفرص الاستثمارية في فلسطين. هسا بناء على ما سبق يعني في سؤال مهم كتير بيطرح نفسه وهو السؤال الأساسي للدراسة، هل هناك آفاق للتعاون الاستثماري والتكامل الاقتصادي بين الجانبين؟ هسا صراحة يعني في ليزي أنصر بدون ما نعمل أبحاث وهم تكمن أهمية المعهد ماسي إنه أول يعني دائما هو تسبق في طرح هيك مواضيع إنه صعب، بس صراحة وبناء على ما سبق بتبين إن أسس التعاون الاقتصادي العربي العربي قائمة لا محالة، وعلى السياسات الاقتصادية الفلسطينية البناء على هذا الواقع الاستفادة الكسوة من مختلف فرص التكامل والتعاون الاقتصادي بين الجانبين. أوكي. عشان ضيق الوقت راح أحكي على قطاع من القطاعات الواعدة اللي إحنا شايفين فيه قطاع واعد لبناء علاقة تشاركية بين الجانبين اللي هو قطاع الصناعة التحويلية. على ضوء التحديات بواجه هذا القطاع في كلا الجانبين وفي ظل العجز المستمر والمستدام في الميزان التجاري السلعي لمنتجات هذا القطاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
وكمان نظرا الى الدور الكبير اللي ممكن يلعبه حركه المنتجات الصناعه التحويليه ما بين الفلسطينيين على طرفي الخط الاخضر، يمكن النظر الى تعزيز تبادل تجاري منتجات الصناعه التحويليه من زاويتين او كحلقتين. الحلقه الاولى كحلقه تشبيك مهمه لتقليص الفجوه ولو بشكل ضئيل لعجز التجاري السلعي في نشاط الصناعه التحويليه مع اسرائيل، وكشكل من اشكال احلال واردات اسرائيليه بمنتجات فلسطينيه اصيله تستفيد من اقتصاديات الحجم في اقامه منشات انتاجيه مشتركه بين الجانبين. كذلك يمكن النظر الى ما سبق الى ان زياده الواردات السلعيه من الاقتصاد الفلسطيني في الداخل الى الاقتصاد الفلسطيني في مناطق السلطه الفلسطينيه كحلقه تشبيك في سياسه تعزيز العلاقات التجاريه الفلسطينيه، وهذا بدوره سيؤدي الى اشباع الاستهلاك المحلي المتزايد في الانتاج المحلي بواردات فلسطينيه الصنع، كما سينعش الصناعه الفلسطينيه في الداخل لتربط الاستهلاك المتزايد في الاراضي في الاقتصاد الفلسطيني. سنعود الى المستقبل. شكرا اسلام، وسامحونا يعني انا مكملين بعدين. فعلا يعني قدمت الزبده. انطلقت هذه الدراسه بشكل عام من مقدمه منطقيه قائمه على حقيقه تاريخيه، هي ان اقتصاد المناطق العربيه في اسرائيل والاقتصاد الفلسطيني في الاراضي المحتله اللذين يعملان اليوم ضمن النظام الاقتصادي الاسرائيلي يشكلان بقيه الجزء العربي من الاقتصاد الثنائي الذي كان فاعلا في فلسطين الانتداب حتى سنه 48. هذه النظرة الشاملة للاقتصادات الفلسطينية العربية العاملة اليوم ضمن المدار الاقتصادي الإسرائيلي تشكل منطلق جديد للتأكيد أن الوقت قد آن لرؤية جديدة من أجل استراتيجية اقتصادية فلسطينية تعتمد على سلسلة إقليمية قطعية من المعطيات الاقتصادية وبرامج التنمية المتناسقة. من سخريات القدر في تاريخ القضية الفلسطينية هي أنه بينما لا يزال مستعصيا تنفيذ الحل بحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1281 لسنة 47 والقاضي باقتسام الأرض بين دولتين مستقلتين، فإن ملحقه الاقتصادي تحقق وأصبح فاعلا بحكم الواقع منذ سنة 67 على الأقل، وذلك الملحق الذي حول نموذج الاقتصاد الثنائي للعلاقات العربية اليهودية في فلسطين الانتدابية إلى خطة للاتحاد الاقتصادي. مع سريان النظام الإسرائيلي الأميري والنقدي والتجاري على امتداد أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة، فإن الاتحاد الاقتصادي في أكثر أشكاله تقدما ولو إنه من النوع الثنائي غير المتوازن والتمييزي هو القانون الاقتصادي السائد في البلاد، غني عن القول أنها الاتحاد نشأ على امتداد حدود مختلفة وعلى مبادئ مناقضة لتلك التي كانت في تصور وضعي قرار 181. باقتراب نهاية انتداب البريطاني بدأت يتشكل نموذج اقتصادي ثنائي للعلاقات الاقتصادية اليهودية العربية منتشرا مناطقيا وديمغرافيا على امتداد أرض فلسطين، ومع أن القطاعين الاقتصاديين العربي واليهودي كانا غير متوازيين ولا متساويين ومنفصلين إلى أنهما كانا مترابطين وشكلا سويا الاقتصاد القومي National Economy لفلسطين الانتدابي. على الرغم من الميزان الديمغرافي الذي كان لمصلحة الفلسطينيين العرب بشكل كاسح 2-1، فإن الهيمنة كانت للاقتصاد الأقلية اليهودي. مع ذلك فإن المبادلات بين الاقتصادين الاثنين من ناحية اليد العاملة والبضائع والخدمات كانت مكثفة وعلى الأغلب تكاملة في مفهوم التنمية الاقتصادية. على الرغم من نشوء اتحاد اقتصادي فاعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الواقع داخل إسرائيل بعد 48 ثم إكمال بسطه بعد 67، فإنه لم يكن مبنيا على السلام، إنما انبثق من صراع الأجيال والحكم العسكري والتمييز والاحتلال والفصل. لقد أدى هذا الأمر اليوم إلى إعادة تقاسم للقوة الاقتصادية على الأرض بطريقة لا تتبع الحدود أو التوازنات المفترضة في قرار 181. وهذه الصيغة المشوهة للاتحاد الاقتصادي العتيد تفسر بأنها نتيجة صراع طويل إن لم تكن أداة للهيمنة الاستعمارية كما تصورها بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين. ما حدث إذن هو نقيض رؤية الأمم المتحدة الاقتصادي. هكذا فإن الاقتصاد الثنائي بشكله الحالي المشوه وغير المتوازن
لا يتضمن نظامين اقتصاديين متميزين، إنما ثنائي غير مألوفي لقطب إسرائيلي يدور في فلكه عدد من الأقاليم الاقتصادية الفلسطينية. الطرف اليهودي الإسرائيلي في هذه المعادلة الاقتصادية الثنائية، وهو الاقتصاد المهيمن أبدا، يتمدد من داخل خطوط الهدنة إلى ليشمل المستعمرات الإسرائيلية على حدود على امتداد الضفة الغربية ويدمجها فيها. أما الطرف الآخر في هذه الثنائية الفريدة أي الاقتصاد العربي المهمش المفقر فيشمل الآن 4 اقتصادات منفصلة ومتميزة، يعتمد كل منها على المركز الإسرائيلي أكثر من اعتماده على بعضه الآخر. المناطق الفلسطينية غير المستعمرة ألف من الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة والداخل. بعد 55 سنة من الاحتلال للمناطق الفلسطينية و75 عاماً على فشل دمج العربي في الداخل الإسرائيلي، يبدو المشهد الاقتصادي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممزقاً ومشوهاً. فالاقتصادات الفلسطينية منقسمة بعضها عن بعض، وكذلك عن الاقتصاد الإسرائيلي. لا شك أن آخر جملتين، لا شك أن مسار التنمية الاقتصادية الفلسطينية سيبقى خاضعاً للضرورات السياسية والحقائق على الأرض. لذا ستحتفظ المرحلة المقبلة من الصراع الطويل بين فلسطين وإسرائيل بشأن الأرض والسكان والموارد ببعد اقتصادي أساسي أو مهم، بل نراه مركزي. في كل الأحوال يبدو مفهوم العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية التي حددها اتفاق أوسلو والذي ظل سائدا منذ ذلك هامشيا ومتقادم عليه الزمن، في ضوء عودة التلاحم الاقتصادي الفلسطيني بين النهر والبحر والحقائق الاستعمارية في مواجهة الحقائق المستعمرية على الأرض، وفي مشهد الصمود البشري الفلسطيني العنيد الذي ينطوي عليه. شكرا أستاذ رجاء وإسلام. ننتقل إلى الورقة الأخيرة والمداخلة الأخيرة في محاضرة اليوم بعنوان بين شقين، شعب يمارس وحدته وانشطاره في ديناميات العلاقة التجارية بين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن جنين. الباحثين بهذه الورقة هم دكتورة عرين هواري، باحثة ومديرة برنامج دراسات نسوية في مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا، حاصلة على الدكتوراه في دراسات الجندر من جامعة بن غوريون، تهتم بحوثها بالنشاط النسائي الفلسطيني داخل الخط الأخضر بين النسوية والدين والسلطة والسياسة. الأستاذ سامي وهو مشارك، الدكتور سامي مشارك باحث أيضا، باحث مشارك في الورقة. الدكتور سامي محاجنة باحث في مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، حاصل على الدكتوراه في التربية وعلم النفس، يركز أحد مشاريعه البحثية الحالية على العلاقة بين البيئة الأسرية ومتغيرات البيئة المدرسية وتأثيرها في الخيارات المهنية للشباب الفلسطيني داخل الخط الأخضر. نبدأ مع الدكتور سامي ومن ثم ننتقل إلى الدكتورة عرين. تفضل. ثلاث نقاط هيك بس مقدمة للبحث، البحث ده تعرضه الدكتورة عرين. بدي أكد أولاً هذا ليس بحث في الاقتصاد، إنما بحث في السلوك الاجتماعي في الجانب الاقتصادي. هذا الشيء الأول بتاتاً، يعني ما هو لا نتعرض للقضية الاقتصادية إنما للسلوك الاجتماعي في الجانب الاقتصادي. الشيء الثاني إنه هاي العلاقة بين طرفي الخط الأخضر لم تكن مطلقاً في أيدي الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، بمعنى لقد امتنع أو حصل الفصل بسنة 1948 وحتى سنة 1967 بسبب طبعاً واحد من الحكم العسكري، وطبعاً بسبب الاحتلال اللي استمر لحد هذه الفترة، وتجدد هذا اللقاء سنة 1967. من سنة 1967 لسنة 1987 للانتفاضة الأولى نسبياً كانت العلاقات متواصلة. بعد ذلك، بعد الانتفاضة الأولى، بدأت إسرائيل في إحداث فصل بمنع من الفلسطينيين من دخول الضفة الغربية، والمرحلة الأخيرة كانت في بناء الجدار الفاصل سنة 1904. بهذا الوقت تحكمت إسرائيل بشكل كامل بمتى، بالوقت، بالطريقة، بالكمية التي يدخل فيها الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر من 48 إلى المناطق الفلسطينية في 67.
الشيء الثاني، النقطة الثالثة اللي هي جنين. ليش جنين؟ جنين هي في شمال الضفة الغربية، وعملياً 60% من السكان الفلسطينيين، تقريباً 60% من السكان الفلسطينيين في 48 موجودين في شمال، في شمال فلسطين التاريخية، وهم يحاذون طبعاً منطقة جنين. فأغلب الفلسطينيين طبعاً قريبين جداً من ناحية جغرافية، من ناحية مسافة على جنين. إحنا خدنا بلدين اللي هن قريبات جداً وشكلن مركز سكاني كبير اللي هي الناصري، وتبعد تقريبا حوالي 25 كيلومتر عن جنين، وأم الفحم اللي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن جنين، اللي تقريبا بخط هوائي قريب جدا. الخط الأخضر طبعا هو يحاذي منطقة أم الفحم، جنين كمدينة تبعد 20 كيلومتر، لكن الكرة الفلسطينية على بمحاذاة أم الفحم. نقطة بهذا الخصوص طبعا أنه أحد العوامل اللي ذكرت أو تذكر دائماً أنه يزور الفلسطينيين من 48 لجنين بالذات ولرخص الأسعار، لا أعتقد أن هذا صحيحاً، لأنه جنين كانت مركز تجاري وسياحي حتى قبل 48، حتى قبل أن نعرف في الأسعار، فكانت طول الوقت هي مركز تجاري، امتنع هذا الشيء على طول فترات، وتجدد بأشكال مختلفة وبطرق مختلفة. النقطة الأخيرة، هذا البحث هو بحث كمي وكيفي متداخل طبعا بالكمي والكيفي. احنا نكتفي بهذا الشكل بالأشكال الخاص لضيق الوقت في عرض الجانب الكيفي اللي بتتعرضه دكتور عاري. صباح الخير، شكرا دكتور أيهاب، شكرا دكتور سامي. زي ما حكى الدكتور سامي، بالأساس هدفنا كان في هاي الورقة قراءة المظاهر الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تنتج أو تتأثر من العلاقة الاقتصادية. بشكل خاص عالجنا أسئلة مثل: ما معنى زيارة فلسطيني الخط الأخضر لمدينة جنين؟ وتيرة اللقاءات، أشكالها، أثر التفاعلات على المستوى التجاري في تطوير علاقات اجتماعية وسياسية أو سياسية. حاولنا كذلك قراءة التفاهمات، يعني غير المكتوبة، التي تنتج في واقع كهذا، لنرى متى وهل تعكس هذه التفاهمات التضامن بين أبناء الشعب الواحد، ومتى تعبر عن علاقات استغلال، وهل تسهم في خلق كل فلسطيني واحد أم ترسخ فروقاً اجتماعية وسياسية وثقافية وطبقية خلقتها بنية استعمارية استيطانية واحدة. تجدر الإشارة إلى أن ديناميكيات العلاقات بين المجموعتين لم تنال حقها من البحث ولا حتى من النقاش الجماهيري والسياسي. مركز ماس وتحديدا على علمنا المركز الوحيد الذي بحث في العلاقات الاقتصادية، تحديدا الأستاذ رجاء خالدي، ما عدا ذلك لم يسعفنا البحث عن بإيجاد أي أبحاث أخرى. هذه الورقة تركز تحديدا على العلاقات من وجهة نظر الزوار المستهلكين من داخل الخط الأخضر، ولكن بالمقابل نقوم بإجراء دراسة أكبر تعالج الموضوع من وجهة نظر التجار، وبالتالي المقاربة تكون شمولية أكثر. عملي أن يتسنى لنا الوقت أن نذكر يعني ولو بسريع جدا بعض نتائج العلاقة من وجهة نظر التجار. بداية نوضع حالنا بس شوي مع جنين. جنين تمثل من ناحية أكثر مدن الضفة التي تستقطب أسواقها الفلسطينيين من مناطق 48، حيث يدخل إليها أسبوعيا 24,000 سيارة من داخل الخط الأخضر، ويشكلون 85% من القوة الشرائية داخل جنين نفسها. ولكن في نفس الوقت يرتبط أسم جنين على وجه الخصوص في العقود الأخيرة بكلمة المقاومة خلال منذ الانتفاضة الثانية، فمدينة جنين ومخيمها هم رمز للصمود الفلسطيني، ولغاية أحداث العام الأخير بشكل خاص، حيث يتحدى مخيم جنين المعادلة الإسرائيلية التي تمارس سياسة الاقتحامات الليلية، والتي قامت بمجزرة داخل مخيم جنين عشية مؤتمرنا هذا. قمنا بهذه الدراسة في محاولة لا تسعى إلى أسطرة المدينة ومقاومتها واختزال الحياة اليومية والمعيشية لسكانها، كما ولا للإنغماس في قراءة اقتصادية بحتة تقرأ النشاط الاقتصادي بمعزل عن سياقه الاجتماعي والسياسي. اعتمدنا زي ما حكى الدكتور سامي على منهجية مختلطة مزجنا بها الكمي والنوعي، من خلال إجراء مقابلات مع 20 شخصية، 20 مستهلك ومستهلكة من منطقتي الناصرة وأم الفحم، 9 رجال و11 نساء، وكذلك أجرينا استطلاع كمي اشترك به 76 مشارك، 37% منهم رجال و63% منهم نساء،
بالمناسبة بنشكر الزميلة إلهام حمدان اللي ساعدتنا بتفريغ أمين جدا للمقابلات. مقولتنا المركزية في هذه الدراسة تقول بأن جنين تقوم وبنجاح بملء خانة ضرورية للكثيرين من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ولا سيما في منطقتي الجليل والمثلث. تلك الخانة التي يحتاجها شعب فقد مدينته الفلسطينية وعاش على هوامش المدينة الإسرائيلية التي يشعر داخلها بالاغتراب. ولكن في هذه الحالة حين نقول المدينة لا نقصد المدينة ببعدها الثقافي الذي يجري الحديث عنه بشكل عام على الأقل في أوساط المثقفين والنخب، إنما هذه المرة نتحدث عن المدينة ببعدها الاقتصادي والخدماتي. وقد أظهر البحث أن الشعور الطاغي لدى فلسطيني الخط الأخضر هو حب المدينة وحب زيارتها، رح نحكي شو يعني حب، والتمتع بحميميتها وباستقبال أهلها والانتماء لها، وكذلك الاستعداد الكبير لدعم أهلها اقتصاديا. ولكن قراءة آراء المستطلعين والإصغاء لأصوات المشاركين والمشاركات يظهران أنه رغم تصدر الهوية الفلسطينية لدى المستطلعين وبامتياز جميع الهويات الأخرى، أنتجت هوية ثقافية، هوية إضافية خاصة بسكان الخط الأخضر تتترجم لدى البعض في تنميط بعض المشاركين للتجار من جنين، بتلعبوا بالأسعار وبيضحكوا وبيغشونا، لتظهر مجموعتان هما من إنتاج بنية استعمارية كسرت المسار التاريخي وقطعت الجغرافيا، فخلقت مجموعتين إحنا 48 أو عرب الداخل الخط الأخضر أو حتى بلسان بعض المشاركين عرب إسرائيل ومتأسفة على التعبير، مقابل أهل الضفة أو الضفوية وبرضو متأسفة على التعبير. أحياناً ينعكس هذا التقسيم الجماعاتي حتى في من خلال نظرة معاكسة وليست بالضرورة سلبية دائماً ولكنها دائماً تضادية. فأحياناً هن أهل الضفة الأوادم اللي حافظوا على بساطتهم وبتعاملوا معنا منيح وبنادوا عليك أهلين يا حجي وتفضلي، مقابل فلسطيني الخط الأخضر الذين تغيرت أحوالهم للأسوأ وخسروا بعضاً من أصالتهم وقت أسرهم. يشير البحث كذلك أنه علاوة على وجود بنية استعمارية أنشأت هويتين مختلفتين إلى التطبيع مع الواقع السياسي دون الاستئناف عليه، فرغم وعي بعض المشاركين في المقابلات بأن السبب الرئيسي للواقع الاقتصادي هو احتلال إسرائيل للضفة الغربية ولقطاع غزة واستمرار سيطرتها على المنطقتين وعلى منطقتنا كمان طبعا، فإن لغة الإحسان والشفقة تطغى لدى بعض الفلسطينيين من مناطق الحقيقة لدى معظم الفلسطينيين من مناطق 48 حين الحديث عن التجار من المناطق المحتلة عام 67، فبدلاً من دعم الصامدين فإنهم يقومون بمساعدة المحتاجين، أي يتحدثون من باب الشفقة الطبقية وأحياناً من باب التكافل بين أبناء الشعب الواحد، ولكن ليس من باب مجابهة بنية استعمارية ولا حتى مقاومة محتل. التعامل مع الحاجز هو مخلص كذلك لنفس التوجه، حيث يكثر الحديث عن سوء سلوك الجنود داخل الحاجز وعن سياسات إسرائيل العقابية خلال إغلاقه، فيما قل الحديث عن شرعية وجوده أصلاً ليفرق بين أبناء منطقة جغرافية واحدة وشعب واحد، أو حتى عن شرعية المنظومة التي ترعى هذا الحاجز. ندخل تفصيلياً بنتائج البحث وتيرة اللقاءات وأشكالها. أشارت نتائج البحث الاستطلاع الكمي بأن حوالي 62% من المشاركين في البحث زاروا جنين مرة واحدة على الأقل في الشهر الأخير. اتضح كذلك بأن نصف من زار المدينة قام بذلك أكثر من مرة أو مرتين خلال الشهر، أي حوالي 32% منهم زاروها عدة مرات، وطبعا كل زيارة فيها وقوف على الحاجز. أكثر جملة طغت في قراءة نصوص المقابلات كانت بحب جنين. يعني منال بتقول لي بحب جنين، هاي عندي شغف عشق بحب هاي البلد. في حين عبرت النتائج الكمية عن وتيرة الزيارات، فإن المقابلات أصغت إلى ما تعنيه الزيارة شعورياً واقتصادياً. فلم يكن تعبير منال استثنائياً، حيث تحدث الكثير عن جنين بلغة المشاعر، وغلبت مصطلحات مثل بحب هاي المدينة، في قصة حب بيني وبينها، بحب على جنين حبيبة قلبي. أنا متأكدة اللي قاعدين هنا من 48 يمكن فاهمين هذا الوصف. لم يكن ذلك إعجاباً بشكل المدينة أو حتى بمعالمها ولا بناسها، إنما كان حباً بتركيبتها، بشعبيتها، بحميميتها، باحتضانها، بالمعاني المتعددة التي تحملها وبمشاعر الانتماء التي تبعثها في قلب مجموعة تشعر في غربة داخل وطنها.
فربما هو شعور بالحب لمدينة يبحث عنها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، أولئك الذين عاشوا من بين آثار النكبة هدم مدينتهم وتشويهها وتهويدها وإنتاجها كمدينة يهودية، أو إنتاج الأجزاء المتبقية منها كجيتوهات شفتوها بهبة الكرامة، مما أبقاهن دون مدنهم أو غرباء على هامش المدينة اليهودية التي لم ولن وربما لا يريدونها أن تحتضنهم. في حين قد يستعيد البعض الفلسطينيين داخل الخط الأخضر اليوم عن غياب مدينتهم ببعدها الثقافي بمدينة رام الله، وفي حين قد يحاول المثقفون إنتاج مدينة حيفا كمدينة لهم ببعدها الثقافي والفني، فإنهم يستعدون من خلال جنين عن المدينة ببعدها الخدماتي والتجاري والاقتصادي، حيث لا يشعرون بالغربة داخلها ويشعرون بالراحة مع تجارها، ينظرون إلى منتجاتها ويخوضون نقاشات مع تجارها بفاصلوا كل الوقت براحة، ولكنهم يشعرون بأنهم داخل بيتهم، فإن حميمية جنين تعودهم عن الغربة التي يشعرون داخلها بتل أبيب، يشعرون بها بتل أبيب. جمال مثلاً بيقول لي هي زي ما تقولي حفايا بالعبري، هي تجربة خاصة جداً. بتأمل يجينا وقت نحكي على العبري كمان شوي. هي نشوة داخلية، يعني أنا هالقد بكون مبسوط حتى لو في تعب بالمشي بين الناس وإزعاج وهون ريحة وهون سياح، بس الجو مش مثل إني أنا بتل أبيب. يتسم وصف الأجواء في مدينة جنين بالحماس لعملية قد تبدو وكأنها زيارة للشراء، ولكنها تتعدى ذلك لتكون رحلة بها متعة في التسوق، رحمة في الأسعار، جولة في الشارع، حديث مع التجار، تناول أكل ومأكولات ومشروبات من بسطات وأكشاك في حيز ليس غريباً، متعة عبر عنها معظم المشاركين والمشاركات على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية، معظمهم كلهم عملياً في المتوسط دون شوي أو فوق شوي، ولكن اجتماعياً وثقافياً وأكاديمياً هم مختلفين، عبروا عن نفس الشعور. لا ما تقوليش تجارب مختلفة ولكنها تحمل قاسماً مشتركاً، الحميمية، الشعور بالانتماء والبساطة والأسعار الزهيدة. بدي أمشي شوي أو أعطي بس كمان آخر جملة عشان نشوف كيف هو النمط مش نموذج أسرع. تمام. لا مكملي. منروح منشتري غراضنا، بتقول إم سامر، منشتري خضرتنا، منشتري أواعي، منفوت نشرب قهوة، مندخن سيجارة، بيجيبولنا قهوة، أمري يا حجي اللي بدك إياه، السيارة بدنا نوقفها بيجوا بركضوا بوقفولنا إياها، إذا انقطعنا من البنزين الولد صغير بركض بدكم إشي، راحوا الأولاد صغار وعبولنا البنزين. هذا الشعور طاغي بكل المقابلات. اللقاء التجاري، بدي أفوت أكتر باللقاء التجاري، وأكتر جملة كمان انذكرت من الناس، معك 1000 شيكل بتحطيهن، معك 2000 بتحطيهن، بتفوتي على جنين كل اللي معك بتصرفي. ففيما يخص أشكال الزيارات، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن أكثر أهداف الزيارة هي التسوق في سوق الملابس وصيانة السيارات. لكل واحدة من هذه الفعاليات 31% من المشاركين ذكروا. في نفس الإطار تبين أن حوالي 53% زاروا جنين بعلاقات تجارية متواصلة مع نفس المصلحة. من الواضح أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يعيشون في واقع مادي أفضل من أبناء شعبهم أكيد، رغم تصدرهم أعلى درجات سلم الفقر بناء على التقارير الإسرائيلية جميعها، فإن قوتهم الشرائية عالية نسبيا. تمام. ففي حين أشارت أوكي ضغطت. تمام، ضغطت من الوقت، بدي أحاول أمشي أسرع شوي. الأغلب أشاروا أنه السبب في زيارتهم لجنين هو كمان دعم الحركة التجارية، كمان الأسعار، كمان حب التسوق في المدينة. وافقت المقابلات مع الأسئلة بالأسئلة المفتوحة مع تحليل الاستمارات، ولكن بخلاف الاستمارة المقابلة كانت فاسحة لعملية سردية أوسع، فحكوا الناس بالنسبة لهم هي زيارة شمولية بتشمل كل مفاهيم الزيارة التجارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. بدي أمشي أسرع نتفي. تكونوا العرب 48 مع جنين علاقات تتعدى الزبائنية لتشكيل نوع من صداقة، ولكن هذه الصداقة تحدها الظروف السياسية الموجودة. يعني كتير حكوا أنه منحب والله نحضر عرس، بس منقدرش لأنه الحاجز بسكر الساعة 6، وإذا تأخرنا بنروح على الحاجز الثاني. تفضل. بالذات حاجز جنين بسكر الساعة 7 بالذات المخرج، يعني احنا ما بنقدر نطلع، ما عدا كل الحواجز 24 ساعة بتخدم لأنه في مستوطنين. بالذات حاجز جنين اللي هو اسمه حاجز الجلمة بس للساعة 7 المغرب، لأنه ما بيخدم مستوطنين، بس الفلسطينيين 48. فهذا يعني بشكل صعوبة كبيرة.
ولكن رغم وجود هاي العلاقات الاجتماعية، يعني إحنا ممكن نقرأ من المقابلات لغة جماعتنا وجماعتهم. في واقع لا يقتصر به المشروع الاستعماري على تجزئة شعبنا وعزل مجموعاته، بل أنتج بنى مدنية واقتصادية وقانونية، وكلكم بتعرفوها، وتلاتبات اقتصادية واجتماعية مختلفة، حتى مصالح مختلفة. ضمن هذا الواقع يعيش أبناء الشعب الفلسطيني في حالة من التناقضات بين اليومي والقومي، بين الموقف الوطني العام وبين الحاجة اليومية للاقتصاد وللبقاء، وبين تعزيز لحمة وشعب واحد، وبين المفاصلة والمفاضلة بين جماعتنا وجماعتهم. بالنهاية احنا ممكن نقرأ، انا رح امشي، احنا ممكن نقرأ انه الناس زي ما ذكرت بالاخر بتحكي انه، والغالبية حتى اللي متعاطف مع المدينة، متعاطف مع تجارها، وحتى الفئة القليلة اللي بتنفر، او بالاساس الفئة القليلة اللي بتنفر من هاي السلوكيات، يشيرون الى اختلاف انه في احنا وفيهن، علما بانه يعني لهجة، أنا وإحنا نحلل المقابلات، لهجة المثلث هي أقرب للهجة جنين من الشمال، وعلماً إنه المثلث أصلاً يسمى مثلث لأنه واقع بين مدن جنين وطول كرم ونابلس تاريخياً، ولكن في 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 فئة، في شريحة، في مجموعة خلفها الواقع السياسي وخلقتنا مجموعتين مختلفتين، خلافاً للتطور التاريخي الطبيعي، وطبعاً خلافاً للجغرافيا تبعتنا. بدي أمشي على النقطة الأخيرة واللي هي، أنا عارفة متأسفة، شكرا لك، متأسفة. اوكي، انا حكيت في البدايه، فتحت بمقدمتي في البدايه، فمش رح يكون مقت لاني اطور الفكره بغياب السياسي او بفقدان المشروع السياسي. احنا ما بنحكم على خطاب الناس، ولكن بنحكمش على الناس، بس الخطاب بيقول شو وضع الواقع السياسي وشو وضع المشروع السياسي. للاجمال، انا فشقته كله، للاجمال رح اقول ان طغيان خطاب الشفقه على المحتاجين مقابل خطاب دعم الصامدين لدى فلسطيني الخط الأخضر الذين يزورون جنين ويرغبون في دعم اقتصادها، يشير علاوة على وجود بنية استعمارية أنتجت مجموعتين إلى انحسار المشروع السياسي والفواعل السياسية. فلم تسعد الدراسة إلى تقييم أو إصدار حكم على المشاركين، ولكن تحليل خطاباتهم يشير إلى أن الواقع السياسي يبدو كحالة طبيعية لا كظرف سياسي تاريخي أو حتى كقدر وكقضاء. فإحنا القضاء ما بنطلب نغيره، إنما نسعى إلى اللطف فيه. هيك الوضع، إحنا بننظر للوضع كقضاء، وبالتالي ما بدنا نغيره، بدنا نعيش معه. فقد ظهرت المعيقات السياسية لدى معظم المشاركين عند الحديث عن صعوبة تبادل الزيارات كأنها معيقات عينية لا كبنية قهرية، وبالتالي فالحديث ليس عن حل سياسي ولا عن فتح الحيز الجغرافي ولا عن كسر الحواجز، إنما في أفضل الحالات يتمنون أن يبقى أهل جنين آمنين، وأن يبقى المعبر مفتوحاً لساعات طويلة، ويزيدوا لنا المسالك بدل ما يكون 8 مسالك يكون 16 من مشي حالنا وأسرع، ومنمرق المعبر بخمس دقائق بدل ما نعلق نص ساعة. ختاماً للمشروع الأكاديمي تبعنا، الدراسة هي فاتحة طبعاً للموضوع، ولكن هناك حاجة كبيرة لمشاريع أكاديمية تحلل وتقرأ علاقات الطرفين وتفهم التناقضات. على المشاريع الأكاديمية تقديم التبصرات حول الظواهر الاجتماعية والسياسية، ولكن على القوى السياسية أن تضعها في سياقها التاريخي، وأن تطرح مشروعاً وطنياً شاملاً، وأن تعيد الهوية الوطنية. طبعاً كلنا الموجودين هون كمان أكاديميين وكمان سياسيين، بس بحكي إنه في لحظة أكاديمية وفي لحظة سياسية. وشكراً ومتأسفة على التأخير. شكرا دكتور عرين ودكتور سامي على الورقه الشيقه. متاكد انه راح يكون في لكم مجال تحكوا اكثر عنها، لانه في راح يكون عندنا اسئله. بس خليني اعلان بسيط قبل ما نبدا بالاسئله، راح ننهي الجلسه تماما الساعه الواحده، فمعنا فقط تقريبا 25 دقيقه 26، وكمان راح انبه الغداء راح يكون بقاعه المجلس، وفي عندنا باصات راح تنتقل من الفندق الى المركز العربي الساعه الثانيه تماما، فقط للتنويه. اوكي، فنبدا الاسئله الان. نبدا مع استاذ هون، يا تفضل. هو شكرا. اسمي توفيق حداد، بدي اتحدث باللغه الانجليزيه عشان اسرع علي. Thank you, particularly the two papers dealing with 48-67 relations. I think it's important that we have more research on this, that we pay attention to this, that we try to organize political and organizational and economic activities between the two sides. It goes without saying. However, I feared that the two interventions, the two papers, were insufficiently uncritical regarding these relations. And I would like both of you papers, the four of you,
to be able to respond to this. And my question basically relates to the question of to what extent does 4867 economic relations calcify or worsen the existing deformed economic arrangements between the two sides. From the statistics provided by Islam, we understood that the majority of activity is in real estate. Okay, that's and actually that's an unproductive, lazy investment. You have 48 Palestinians who have money who are buying in Rawabi or expensive properties in Ramallah or Kfar Aqab or whatever. You also have the very clear thing that Palestinians from 48 are going to buy in 67 because goods are cheaper, because it's actually a less regulated market. There's a potential for product dumping taking place. And all of that is not even talking about the informal economy that exists when we're talking about drugs and weapons. And it's not by mistake that Jenin is and the north of the West Bank is the poorer part of the West Bank, but at the same time is also the most, I don't want to call it most violent, yeah, it's the most militant as well, as you said. So I don't think we can suffice with a kind of romantic notion of these relations. We need to look at the reality and to what extent it is actually potentially worsening and accelerating existing negative dynamics and deformities of the economy. Thank so you. Can you comment on this? Thank you. Thank you. Try to take one from here right now. So yes, please. بس لو سمحت بسرعة واختصار. أيه يعطيك العافية دكتور وائل شديد. أنا الحقيقة بشكركم على الأوراق اللي قدمتموها وشيء رائع جدا إنه نسمع في هذا الاتجاه، لأنه إحنا متعودين نحكي في القضية الفلسطينية عن السياسة ونهمل الاقتصاد اللي هو عامل أساسي جدا ويعني ومهم. كان في الورقة بتحدث عن الشركات الناشئة، وأنا هنا بدي أسأل يعني هل النموذج اللي بناخذه من الدول مثلا سواء كان دول مستقلة أو دول متقدمة ونسقطه على مناطق تحت احتلال، يعني أحيانا بيكون المنطق العلمي أو المنطق الاقتصادي يحتاج إلى ركلجة لأنه العناصر قد لا تكون متوفرة، وزي ما نعرف عن نسيم طالب بقول لك 80% من الشركات الناشئة بتسقط في السوق في البداية، وهذا صحيح باعتبارها ضحايا كالجنود الذين يسقطون من أجل البقاء في السيستم. الحقيقة أنا عندي في قضية مهمة بدي أطرحها، إنه أنا بعتقد إحنا كفلسطينيين في عندنا مشكلة إنه يجب أن نعمل عليها الآن، وأنا أعتقد هذه الأوراق اللي قدمت يمكن أوراق أخرى موجودة تشكل فرشة حقيقية هي من أجل تطوير نظرية اقتصادية فلسطينية وطنية تضم الثلاثة الأبعاد الموجودة سواء كان ضفة وغزة 48 والخارج. نحن الآن حقيقة يعني أتمنى أن يكون هناك بحوث من أجل تطوير مثل هذه النظرية الاقتصادية، ونحن نحتاجها سواء سميناها نظرية اقتصادية أو فلسفة اقتصادية لموجودين في الداخل تحت الاحتلال والتكامل مع الاقتصاد أو رجال الأعمال الموجودين في الخارج. أنا أعتقد نحتاج إلى جهد في هذا الأمر. القضية الأخرى والأخيرة سؤال، هل ممكن نطلع على هذه الأوراق أو وين منشورة؟ ممكن نعرف وين منشورة هذه الأوراق؟ شكرا. شكرا. Thank you. زهراء. تمام، شكرا على الأوراق. في عندي سؤال بالبداية للدكتور رابح، بدي أسأله إيش هو تعريفه للنظام البيئي بفلسطين أو للإيكو سيستم، وهل ممكن قياسه وإيش هي أدوات قياسه؟ بخصوص ورقة اللي هي التكامل الاقتصادي، عندي بس سؤال أو أكثر من سؤال، ليش سميتوا الانتجريشن؟ لأنه التكامل يعني بعرف أنا بيكون فيه توحيد للسياسات أو إزالة للقيود الجمركية من ناحية اقتصادية، فعندي سؤال ليش التكامل الاقتصادي موجود بالعنوان؟ كمان بدي أسأل هل تم بالبحث مناقشة مثلا هل شراء يعني الأفراد من مؤسسات أو منشآت فلسطينية، أم هل هي منشآت في الداخل بملكها أفراد فلسطينيين بيشتروا منتجات من الضفة وبيبيعوها عندهم؟ لأنه بتفرق لما تكون من بزنس لبزنس أو لما يكون اللي هو الانت كاستمر أو اليوزر هو اللي عماله بيستخدم المنتجات. شكرا. تفضل. السلام عليكم. كلامي وقع للدكتورة في الحقيقة، أنا أول مرة يعني أنا سمعنا عن جنين لكن أول مرة أرى امرأة من جنين بآلاف الرجال. تحياتي لك. الله يخليك. أنا من الناصر بس أكون من جنين. عيب علي إن أنا أسألك، إنما مجرد خواطر سأرد عليك في مواقعنا كأنني أستاذ اقتصاد 50 سنة ومن رواد الربيع العربي يعني في مصر. شرفنا. مجرد خواطر سريعة بس،
أنا بأنظر إلى فلسطين إنها بؤرة الصراع، لكن الصراع يا أختي يا بطل الجنين هو إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهذا المخطط اللي جاري الآن. إذا كنا نتكلم عن أوسلو فيجب أن نتكلم عن كامب ديفيد ووادي عربة وأثرها المأساوية والكارثية علينا والتي تمتد إليكم. أين المعاناة العربية الذين تبرعوا إلى كاترين، إعصار كاترين ولا تبرعوا لكم؟ أين الـ يعني في أشياء كثيرة فيها قصور، ولذلك أنا أكتفي فقط بأنني أحييك وأنني يكفي أنني رأيت الآن امرأة من جنين. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك أستاذ هون. شكرا هون. شكرا يعطيكم العافية. اسمي أحمد البقاوي، بدي أراكم أنا على النقطة اللي حكيها توفيق، يمكن من واقع طول كرم أكثر. يمكن بآخر 5 سنين صرنا نسمع أكثر عن اقتصاد 48، رجال أعمال من 48 في مناطق طول كرم. آخر 5 سنين صار في حديث عن غلاء فاحش في العقارات، سيطرة على أراضي بشكل واسع، والناس صارت عارفة أنه يعني يمكن حتى النقطة الأولى النسبة العالية من قضية أو التحدي الأكبر بقضية عدم وجود تراخيص أو عدم قدرة رجال الأعمال بال 48 للعمل بشكل قانوني. فصار في كمان رجال موجودين ورجال أعمال محليين في طول كرم وفي جنين بشكل أساسي، بتم من خلالهم غسيل أموال صار بشكل واضح للقطاع اللي كان بيحكي عنه توفيق بقضية المخدرات، بيع السلاح والجريمة المنظمة أكثر في مناطق 48. فكنت بحب أسمع إذا في نسب أو أرقام أو تفاصيل ما بتتحدث عن هذا الواقع يمكن أكثر. والجانب الثاني للسؤال الثاني للدكتور رابح في قضية تمويل الشركات الناشئة، كنت بفكر إنه أو كان في اعتقاد إنه الشركات الناشئة ممكن تكون هي مدخل جديد لكسر الشكل الاقتصادي اللي موجود في الضفة الغربية وغزة بشكل أساسي، ولكن بالتوصيات شفت إنه في أول توصية كانت اللي هو التمويل الحكومي، واللي برجع بربطها بنفس الوقت في شكل الاقتصاد أو الاقتصاد الرسمي اللي موجود. كان عنا اعتقاد يمكن أكثر وإحنا منتابع بالشركات إنه نتمنى ما يصيرش الطموح بسرعة إنه يفتحوا مكتب بدبي أو يتوسعوا بشكل سريع، بس بنفس الوقت يمكن هي التعبير الجديد عن فكرة الاقتصاد المستقل لفكرة إنه كان في بالزمانات يحكوا إنه كل واحد بده يكون عنده مزرعة صغيرة وكم كذا، بس اليوم عم بتكون في مشاريع صغيرة محلية موجودة. فشكرا. رح ناخذ اوكي، في عندنا مجموعه كبيره رح طيب بس بسرعه لو سمحتوا سؤال واحد يعني عندنا. تفضل. لا كان هون. اوكي تفضل وبعد هون. سوري. تفضل سوري. اشكرك. شكرا للمداخلات اللي فعلا فيها كثير من العاطفه وكثير من القيمه العلميه. الحقيقه عندي ملاحظتين اعتقد انه كان من المفروض تطرق لهم في الورقه الثانيه، إنه جذور أزمة واقع الاقتصاد الفلسطيني قديمة وأقدم من قيام الدولة في إسرائيل، وترجع إلى سياسات الحكومة الانتدابية البريطانية اللي أقامت نموذجين اقتصاديين حقيقة. نموذج اعتبر الباكراوند أو الخلفية للدولة اللي يستعد لإنشائها. الاقتصاد الإسرائيلي تم الاستعداد له ووضع كل الأطر اللي ساعدت على أنه هذا الاقتصاد يكون قوي، من ضمنها تأسيس الكرن كيامت ومن ضمنها الفيزيكال بلانينج اللي عملوه البريطانيين اللي جعل الدولة العربية المفترض إنشائها حديقة خلفية للدولة اليهودية اللي كانت تنشأ من حيث الفيزيكال بلانينج. حشروا القرى والمدن الفلسطينية في حدود ضيقة، بينما صادروا الأراضي للتنمية الاقتصادية للدولة المفترض أن تقوم. فكل الأزمة حتى المقارنات إذا بتقارن حتى في مشاركة نسبة مشاركة القطاعات في الناتج المحلي حتى في مرحلة الانتداب البريطاني تذهل. أن ترى مثلا أنه كان الأمن في الموازنة 31% على سبيل المثال، وعندنا على فكرة في السلطة الوطنية الفلسطينية 31% الآن بنفس الشكل. مساهمة الزراعة والصناعة كيف أعطي الاهتمام بالكيبوتس وبإسرائيل في هذه المسألة بينما أضعف الفلاح الفلسطيني؟ كيف أسست البنوك اليهودية والصندوق القومي اليهودي ولم يسمح إلا بتأسيس بنك واحد فلسطيني؟ فواقع الاقتصاد ويعني صعوبة والأزمة اللي بيعانيها منها اليوم يعني تمتد جذورها لهناك. صحيح أن هناك بوتنشال عالي
في إمكانية تطوير العلاقة الاقتصادية بين طرفي الشعب الواحد على الخط الأخضر، ولكن ما زالت العلاقة لغاية الآن هي علاقة عاطفية كما عبرت عنها الدكتورة، عاطفية. ما في يعني رؤية ولا خطة يتصدر لها أحد، جهة رسمية هنا أو هناك، لوضع خطة لتحويل هذا البوتنشال إلى حقيقة اقتصادية واقعة. ما نشاهده في جنين وما نشاهده في طول الكرم في المدن اللي على الخط الأخضر هو بسبب الاقتراب الحدودي، يعني أنه بسبب الاقتراب من الخط الأخضر والسهولة إلى حد ما في الوصول لجعل يعني عمليات التسوق. شكرا. ليست عمل اقتصادي. شكرا اقتصاد، لأنه في عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة. أنا أسف على شكرا 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 جزيلا. شكرا. اسمي تيسير بركات. الحقيقة أنا اجيت للندوة هاي عشان أسمع مواضيع خاصة في الشركات الناشئة والستارت اب وغيره، ولكن حقيقة أنا استمتعت جدا في مداخلة الدكتورة عيرين، وبعتقد أنها كانت ممتعة وعميقة جدا وتثير تساؤلات على عموم الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده. اللي بربط أهلنا فلسطينيين الداخل مع جنين هو الحنين للهوية الفلسطينية المجردة من تأثير المستعمر، وممكن إسقاط الوضع هذا على علاقة أهلنا بغزة مع الضفة الغربية، أهلنا المهجرين في سوريا وفي لبنان، أهلنا اللي موجودين بالشتات من تشيل إلى أوروبا وغيره. في عنا موضوع معين اللي خاص إنه تأثير البيئة على فكر الإنسان الفلسطيني، وهذا يعني من تأثير الشتات ومن تأثير إنه بلدنا محتل، ولكن الكل يجمع حب فلسطين وأمل كبير في إنه يكون لدينا فلسطين بالكامل. أهلنا اللي بال 48 أنا بعتقد هم الخميرة الاستراتيجية لمستقبل فلسطين موحدة. وشكرا على المداخلة العظيمة، كانت عاطفية بس فيها من العمق الكثير اللي بيستحق النقاش المستقبلي. وشكرا. شكرا جزيلا. نأخذ سؤال هناك بعدها. بنحاول. مرحبا، أنا مصطفى الجيوسي. بشوف الأزمة الاقتصادية كجزء من الأزمة السياسية أو عدم وجود رؤية سياسية كاملة في الأراضي المحتلة بفلسطين. بالورقة البحث الأولى يعني اللي فهمته، طبعا لازم نطلع على البحث كامل، إنه وكأنه نظامين مستقلين، ولكن إحنا في الأراضي أو في أراضي السلطة الفلسطينية سواء بالضفة الغربية أو بغزة بنتبع نتيجة لاتفاق أوسلو وباريس وإلى آخره للقانون الإسرائيلي أو للسيطرة والهيمنة الإسرائيلية. اليوم فلسطينيين 48 في الضفة الغربية حتى لو بده يشتري شقة، بيت، عقار، أرض، ما بيقدر يسجله باسمه، وهي ديليما وأزمة بالنسبة لنا إحنا كفلسطينيين. بده قرار مجلس وزراء من السلطة الفلسطينية، ما بيقدر يتملك شركة بالكامل، لازم يكون عنده شريك بنسبة قليلة جدا، يعني أقل مثلاً 5% لأنه يفتح شغل. اللي ما عنده شريك من الضفة الغربية أنه يثق فيه يكون شريكه، بيكون في عنده إشكالية في أنه يبدأ مشروعه بالضفة. بالإضافة أنه السلطة الفلسطينية اليوم ما بتقدر أنها تتخذ أي إجراء قانوني بحق أي فلسطيني من 48 أو أي حدا من 48، لأنه للأسف حامل الهوية الإسرائيلية. كل هاي الإشكاليات الموجودة بتسبب أزمة، بتسبب هلامية في النظرة للوضع الاقتصادي التشاركي، خلينا نسميه، على طرفين الخط الأخضر. إشكاليتنا أكبر من شراكة اقتصادية، إشكاليتنا عدم وجود رؤية سياسية كاملة متكاملة لكل مناحي الحياة للقضية الفلسطينية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ هنا. شكرا على التقديم. اسمي إبراهيم نتيل. عمليا عندي عدد من الأسئلة السريعة حتى لو سؤال واحد لو سمحت فقط. سؤال واحد بس سؤال لكل المتحدثين، يعني سؤال هنا سؤال بدك إياه. المهم سؤال واحد. السؤال الأول للدكتور رجا، كيف ترى هذا الاتحاد في ظل ما ذكره الأستاذ أحمد؟ عبارة أن أراه هو اقتصاد، وما ذكرت الأخت ليس تكاملي، هو اندماج، أو بمعنى آخر هو سوق وليس اقتصاد فلسطيني، سوق حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي. كيف تريد أن ترى اتحاد
السؤال الثاني، جيد ما اسمع كل التفاصيل من الدكتور سامي وعرين. عمليا ما هو تأثير وأثر وتأثر عمليا جنين من الجامعة العربية الأمريكية، لأني نعرف كثير من الطلاب هم من الداخل، كيف هذه الحالة تجسدت في الواقع وتأثيرها على الاقتصاد؟ هذا بعجالة وشكرا. شكرا جزيلا، شكرا لك. راح أخذ سؤال واحد أخير. معلش سؤال بسيط للدكتور سامي والدكتور عرين، اللي تفضلتوا فيه حول هذه العلاقة العاطفية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية اللي ما تكملت في سياسية ونضالية، ربما لأنه لم يكن سؤال البحث في هذا الصدد، أو ربما لأنه هذا شيء غير موجود. حاب أفهم ما هو المنظور المؤسس الإسرائيلي لهذه العلاقة، كيف تنظر لها؟ إحنا يعني في لحظة تجلي الحادث اللي صار مع تيران وانتقال جثته لجنين ولا آخره، كيف تعاملت المؤسسة الإسرائيلية، كيف تعامل الجمهور العربي على طرفي الخط مع هذه الحالة؟ هذه أحد تجليات العلاقة بين الطرفين، فما هو المنظور الإسرائيلي لهذه العلاقة بين الجانبين؟ شكرا جزيلا. للأسف مش راح أقدر أخذ أسئلة لأنه الوقت دهمنا. رابح نبدأ معك بسرعة باختصار، معك ثلاث دقائق لخمس دقائق للإجابة على الأسئلة. شكرا جزيلا. على أسف مش راح أقدر أفتح الكاميرا بسبب يعني موضوع النت، فبدي بس أحكي الميكروفون. بالنسبة لسامعيني، نعم سامعينك. بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالوضع السياسي، وما بنقدر يعني نناقش الواقع الشركات الناشئة في فلسطين من دون البعد السياسي. نعم صحيح، يعني الدراسة أخذت البعد السياسي بعين الاعتبار، وأخذنا يعني إذا بدنا نيجي للمعيقات المالية الحكومية الفلسطينية، أي معيقات ثانية في النظام البيئي، هي يعني في جزء من جوهرها هي ذات طابع سياسي نتيجة للأوضاع السياسية في فلسطين. فدراسة التجارب الدولية لم يتم إسقاطها على الواقع الفلسطيني، هي فقط استشراق يعني من خلال التوصيات. إذا بتلاحظ يعني كان هناك كثير من السياسات والتدخلات في دول ثانية ما قدرنا نسقطها على الواقع الفلسطيني بسبب طبيعة الواقع الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الدولية وإلى آخره. ولكن يعني تم دراسة هذه التجارب من أجل يعني معرفة بشكل خاص السياسات الداخلية اللي ممكن أن تقوم بها الجهات الحكومية، وعملنا احنا توصيات خاصة يعني الجوانب السياسية بخصوص النظام البيئي لريادة الأعمال. فهو يعني فعلا تم دراسة كافة أطراف النظام البيئي اللي بتكون من يعني الشركات الناشئة نفسها، الجامعات، مسرعات الأعمال، الحاضنات، مراكز الابتكار، ويعني أيضا الجهات الحكومية اللي هي سواء جهات القوانين والتشريعات وإلى آخره، أو المؤسسات العاملة في مجال دعم وتحفيز الريادة، بالإضافة للجهات الدولية التي تقوم بدعم الريادة أو الشركات الناشئة. لما تحدثنا احنا عن دعم الحكومة للشركات الناشئة، ما بنقصد ان الشركات الناشئة تصير تابعة للحكومة. يعني في معظم تجارب الدول الثانية صعب جدا للشركات الناشئة يعني تنمو من دون وجود في المراحل الأولى خاصة دعم حكومي. لما نتحدث عن يعني التمويل البذري، وجزء كبير من أصحاب الشركات الناشئة هم من الرياديين اللي ما عندهم أي أموال أو أي يعني ضمانات يقدموها للقطاع البنكي من أجل الحصول على يعني تمويل ولو بسيط. فهون بيجي دور الحكومة في تقديم يعني صناديق ضمان أو قروض ميسرة للأشخاص الرياديين، وأيضا في موضوع التحفيزات الضريبية. يعني احنا يتم التعامل مع الشركات الناشئة في فلسطين مثل أي شركة ثانية في دكتور رابح. اوكي خلص، طيب ماشي. استاذ رجاء واسلام، نعطيكم خمس دقائق للرد على الأسئلة. شكرا. هاي يعني كثير التفاصيل يمكن بتجاوب على كثير من الأسئلة. يعني لدى الجهات السلطة تمنح الشركات الناشئة إعفاء. جسري مرة واحدة. شكرا. شكرا دكتور رابح، شكرا جزيلا.
طيب هاي الظاهرة أكبر من ما حدا يسيطر عليها ولا يأثر عليها، يعني ماشي، وإذا إحنا ماس وما بعرف مين عملنا وما عملناش ماشي وعم تكبر لدرجة إنه صارت يعني هاي حجم هاي المشتريات الفلسطينية من الداخل في من منتجات الداخل قيمتها تفوق الصادرات الفلسطينية المسجلة لإسرائيل ولا العالم يعني. فبالتالي أنا بشوف إنه موضوع التشوهات أنت حكيت عنها توفيق، يعني بالآخر هي أنت أول من يجادل بأن هاي التشوهات ناتجة عن علاقة تبعية مع الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي، بالتالي أي إشي بخل بهذا التوازن الإسرائيلي والحديقة قصة إنه نحن سوق خلفي أي إشي بغير هذا المعادلة، أي إشي بقلل الاعتماد على المركز الإسرائيلي اليهودي ويعزز ويعيد اللحمة للأواصر المنقطعة، أنا بتقديري هاي تصحيح لتشوهات، هذا لن يخلق تشوهات إضافية. ثانيا لازم نفهم دوافع الظاهرة، وأنا مع كل احترامي للموضوع العاطفي بصراحة أنا بفكرش أساسا، يعني أنا بهمني كتير، بحب كتير لما اقتصاد لما علماء اجتماع بيدرسوا موضوع اقتصادي لأنه بتطلع بنتائج مهمة اللي احنا منتبهش عليها، بس واحنا طرقنا لهذا الجانب أكيد ما في شك. لكن حقيقة أنا فاكر الأساس مش عاطفي، يعني إله جانب عاطفي، إله جانب تضامني، منحب جنين، لا بحبوا أسعار جنين، بحبوا مشاوي جنين، يعني مش قصة فقط يعني هاي بدايتها هناك، لكن يعني تبدأ في موضوع العلاقة التضامن الفلسطيني الفلسطيني، لكن راح أبعد كتير من هون، يعني راح على مدينة روابي، نص مدينة روابي أصحاب الشقق اللي فيها من 48. هلأ ليش؟ عشان يصيروا جزء من الطبقة البرجوازية الفلسطينية؟ لا، لأنه عندهم مصاري وبدون شي يسلموها للضريبة الإسرائيلية. هلأ ليش عندهم مصاري؟ ليش تراكم الرأسمال للدرجة أنه عندك الإمكانية استثمارية كبرى من الداخل؟ هاي موضوع تاني، بس أنا بدي أعزز هاي خيي يجي عندي، بدي إياهم عندي، بدي إياهم يحسوا حالهم، وبدي أصلح الوضع عشان يقدروا يجوا عندي ويحسوا إنه مصرياتهم بأمان، وإنه أنت إنه اقتصاد إنه استثمارهم مفيد وعم بيخلق شيء جديد، وفعلاً عم بيخلق شيء جديد، في عم بيخلق هوية مشتركة اقتصادية فينا نسميه بغض النظر بوابة أريحة أو لا أو روابي أو لا، مش سائل، في جنين وفي روابي كله، فلتتفتح ألف وردة بالنسبة لإلي اقتصادياً. احنا بدنا نحكي شيء جدي عن مستقبلنا الاقتصادي، بدنا نحكي مع بعض يعني شو مستقبلنا المشترك، القوة الشرائية الفلسطينية من الداخل زائد القدرات الانتاجية اللي مش موجودة في الداخل بس اللي موجودة في الضفة، هاي تكامل already. والمؤسس يعني في كتير اشياء نحن فتحنا الخارطة هاي العلاقة ونتأمل، يعني المنظور الاسرائيلي للعلاقة انا بتقديري حتى الآن، وبنعرف إنه في مراحل معينة جنين شجعوها أصلاً، جنين فتحوها كجزء من دايتون وما دايتون وتسهيل وسلام اقتصادي، بس كما نعلم إسرائيل لا تسيطر على كل شيء اللي بيصير على الأرض، ويعني حط الاقتصاد الأسود على جنب، الاقتصاد التهريب وهاي موضوع ما أكيد ما تطرقنا لهش وما حدا بيعرف حقيقة إشي، بس فيما ممكن نلمسه كلها ظواهر أنا بشوفها منتجة لمستقبل اقتصادي فلسطيني مختلف. بس يعني هذا اللي انت كنت بدك تجاوب على واحدة من النقاط كمان. بدي اضيف شغلتين. الشغلة الاولى انه كمان يعني بخصوص شراء الشقق من روابي وغيرها، انه لو بدي اشتري نفس الشقة من بالداخل راح تكلفه ثلاث اضعاف سعرها بروابي، عشان هيك هو راح يشتري بروابي، يعني سبب اقتصادي بحت. يعني بقول لك انا نفس المساحة لو بدي اشتريها من الداخل راح تكلفني ثلاث او اربع اضعاف، غير هيك بقصدوا للاستجمام في نهاية الاسبوع والشراء و في كمان النتائج المهمة اللي احنا ما قدرناش نعرضها لانه في عرض نهائي راح يكون للدراسة بشهر 4، انه احد اللي يعني كانت انه من الاشياء اللي بتشجع كمان على زياده التبادل بين الجانبين، انه لو في شقق فندقيه اكثر بين الجانبين يعني في مناطق خاصه شمال الضفه الغربيه، هذا راح يوسع من الشراء وراح يوسع كمان الفرص الاستثماريه.
هسه كمان الدراسة والمسح غني كتير من الأشياء اللي على فكرة كتير أنتوا سألتوها، بس يعني إحنا بدناش نحرك الدراسة قبل ما تطلع. بس كمان يعني بخصوص المنشآت اللي استهدفناها بالداخل، منشآت فلسطينية، إحنا تعمدنا نحكي فلسطينية لأنها فلسطينية، ما بدنا نحكي إنها عرب في 48 أو هي منشآت فلسطينية أو تعمل في اقتصاد 48. فهو إحنا يعني التكامل هو هدفه سياسي أكثر ما هو هدفه اقتصادي يعني. وشكرا. شكرا إسلام. دكتور عرين ودكتور سامي معكم 8 دقائق للإجابة على الأسئلة العديدة الموجهة لكم. أنا بدي أتطرق لعدة نقاط، أنا ما أعرف بدي أعترض عدة أشياء. أول شيء إحنا ما قصدنا يكون بحث شاعري ورومانسي هيك طلع، لا بالمرة، إحنا بحثنا سلوك اجتماعي. أنا واحد من الناس، أنا واحد من الناس اللي بزور جنين، أنت بتقف مفاجأة أمام الأعداد اللي بتزور جنين، يعني لا يصدق، وهذا إشي هائل، عن جد إشي هائل، أنا من تجربة عن جد إشي هائل. أنا أعتمد إني أزور جنين أسبوعياً صراحة، قريب من المكان، أحبها، ولا مش لرخص الأسعار. أولاً العلاقة مع جنين هي سبقت قيام إسرائيل. العلاقة مع جنين، مكانة جنين التجارية والاقتصادية والثقافية لمحور أم الفحم ومحور مرج بن عامر، هي كانت علاقة خط ما بين جنين وبين حيفا، وكان هذا الخط خط تجاري. كانت سكان أم الفحم قبل 48 منتجاتهم الزراعية بيعوها بجنين، مش لرخص الأسعار، لا، رخص الأسعار ظهرت بعد 67، لكن ظهر بالمقابل الجودة، وهذا كان سؤال مهم، أنه أنت منين جايبه؟ معناته الجودة هناك سيئة، ليش تشتري من الضفة؟ لحد اليوم أنا بقول لابني مرات هذا من جنين، معناته مزيف مش أصلي. فهذا الجدال قوي جدا، لذلك العلاقة هي مركبة، عن جد علاقة مركبة. وإحنا عن جد السؤال كان هو سؤال اجتماعي، ما الذي يدعو لذلك؟ مش بس هيك، السؤال عن القضية كديش إسرائيل. إسرائيل لها هدف سياسي إنه تهدئة الأوضاع، هيك عندهم اعتقاد من فترة كبيرة، من فترة مش طويلة، إنه كلما كان الوضع الاقتصادي في جنين أفضل معناته تهدأ الأوضاع السياسية، فعشان هيك بدهم يسمحوا لنا نروح. لكن الدخول وبالذات الخروج من جنين ليس سهلا، ليس سهلا. أحيانا قد تنتظر، خصوصا أيام سبت، قد تنتظر 3 ساعات 4 ساعات حتى تخرج من جنين، بالذات الحاجز عجلي جنين هناك أسئلة، يقف مهاجر جديد ويسألك سؤال، ماذا لك في جنين؟ يا أنا يثير أعصابي، شو إلي بجنين؟ أبوي وأمي وكبلي زاروا جنين وكانوا في جنين، وبسألني هذا السؤال، ليش بتزور جنين؟ شو بتعمل بجنين؟ فالقصة عن جد هي مش قصة بهذا الشكل اللي هي بسيطة جدا، قصة مركبة، لكن برضو محفوفة في الخطر. أنا أقابل ناس ويعانكني هناك، لكن طرحت عليه السؤال هذا، إن إحنا نجري بحث، لاحظت الخوف عليه، إنه شو اللي بدك إياه مني في إسرائيل وتواجد إسرائيل بهذا السؤال، إنك شو بتعمل. إحنا بعثنا الاستمارة الإلكترونية لحوالي 400-500-600 شخص، فقط 76 جاوبوا عليها من خوف معين مشكوك فيه، إيش نعمل؟ لذلك المستوى هذا، المستوى السلوكي الاجتماعي بحافظوا عليه الناس، إنه بس لهون من خوف من كذا أو ترتبات معينة، شو عملت وشو سويت هناك. لأنه أحد الأسئلة وانت خارج من جنين، هل التقيت بناس هناك؟ هل لك أقارب في جنين؟ وإذا كان السؤال نعم، شو عملت شو سويت؟ أعطوك إشي؟ بتنقل إشي؟ كل هاي الأمور طبعا هي عمليا مش إشي بسيط، فأنت بدك تجاوب. وإذا لاحظوا عليك سلوك بوجهك، سلوك اللي هو مش ما بدك يحطوك على جانب على التفتيش المكثف اللي قد يأخذ معك كمان أخرى ساعتين ثلاث وانت تنتظر بالدور. شيء آخر، قضية الرؤية السياسية. جماعة أوسلو أخرجنا 48 من كل رؤية سياسية، وهذا سيء، إحنا خارج الإطار، خارج السياق، و بعرفش كداش في رؤية سياسية. وكانت محاولة من لجنة المتابعة العربية، لجنة المتابعة للجماهير العربية أظن تستاذ مطنس، لإشي عمل إشي مشترك، بعرفش كداش، طبعا إسرائيل لن تسمح بذلك، وما شرحت فيش رؤية سياسية، مش معرفش كداش هي أي أشياء. وهذا السلوك عن جد سلوك تلقائي، سلوك إنساني، سلوك طبيعي، سلوك قديم، ليس جديد، هذا ما عمروش سنة وسنتين، لا بالمرة عمروش سنة، سلوك قديم من قبل إسرائيل، من سنوات قديمة جدا. أنا سامع هاي الأشياء تاريخيا عن مكان الجنين وهذا الخط بين جنين وحيفا بشكل كبير. شكرا دكتور سامي، شكرا على الأسئلة. أنا إسا خلصت طاقية الباحثة وبدأ أحكي بطاقية الشخصية اللي هي ملاني عندي كتير هويات. أول شيء للعزيز توفيق، معك حق،
احنا كنا حابين، احنا في مدى الكرمل قدمنا اربع اوراق وكنا حابين نعمل سيشن يكون عن العلاقه بين ال 48 وال 67، ما زبطتش لما شفت اسمي تحت الاقتصاد، قلت يا حبيبي شو فهمني بالموضوع. فاحنا مقاربتنا مش اقتصاديه، واحنا سمعنا اشياء بس انا ما عندي القدره احللها. يعني واحنا نحكي على على المشتريات الخضروات مثلا، واحد بتحكي لي انه اهل عرابه البطوف بيقولوا طب انكسرنا احنا يا عمي، عم بتروح اقول لكم على الجنين، ما احنا اقتصادنا انكسر. بقى انا بنتي كانت برحله مع اصحابها ضاع لهم تليفونات، فبنتي لها صديق من الطيبه فرح بيعرف ناس من طول كرم بدهم يدوروا على. يعني انا بعرف انه في امور بس احنا ما بنقدر نلتقطها لانه مش نقطه قوتنا. واحنا يعني هو جانب الرومانسي مهم بس احنا هي حاجه انسانيه. وانا وسامي مش بس كمان اكاديميين ومش بس نشطاء سياسي، احنا كمان ناس بنحب نروح ونلف ونزور جنين. بتعرف كم مره واحنا نعمل البحث اتصل بالدكتور سامي فيش تغطيه، ليه؟ لاني بجنين فيش تغطيه هناك. فالدكتور سامي كل يومين ثلاثه بيروح على جنين، فاحنا زي الناس. وانا لما بفوت اهلين يا حجي بيقولوا لي بحبوا نفس اللي احنا بنعيش، نفس اللي بيعيشوا غيرنا. وحكيت استاذ انا مش من جنين بس انا بحب اكون، بحب كثير اكون من جنين. انا من الناصري وذكرت اوسلو. يعني الحقيقه يعني رئيس المركز اللي احنا فيه كان المساهم المركزي في اقامه حزب اللي اقيم لانه اجى اوسلو، لانه اجى اوسلو وطلعنا وطلع القضيه الفلسطينيه واقصانا واقصى كل السؤال السيادي تبعتنا، فاقمنا حزب. انا زي ما قلت عم بحكي لسه مش بطاقتي السياسيه. السؤال الاخير بالنسبه لاسرائيل، يعني اسرائيل انا ما احنا مدرسناش دورها بهاي الورقه بس احنا سمعناه من الناس ومن من التجار ومن المستهلكين. يعني المستهلكين لما بنسالهم طب ما بصير شيء، بصير حادث، بصير مجزره، بصير اقتحام قبل بيوم، بصيروا طب ما هو معروف احنا اتفقنا ما نحكيش بهذا الموضوع، خلص نقول لهم احنا فاهمينكم وحاسين معكم الله يعينكم. والتجار نفس الشيء قالوا لنا الكل بتجنب هاي المواضيع، حتى لما بصير شيء بيقولوا لنا الله يرحم اللي صار عندكم، الله يعينكم، الله يخلي. هذا هو هذا، بس مش بس بقول عن اسرائيل، هذا بقول عن المشروع السياسي شو وضعه. لانه الناس احنا ما بنحكم على سلوكها بس الخطاب اللي بيقولوه الناس بيقول ايش هيبه المشروع السياسي وشو وضعه. شكرا كثير للاسئله.